عليكم البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير وبصحه جيده. واليوم جبت لكم واحد كرواسون اللي كتجي زوينه وسهله، ويعني وكتجي رطبه بزاف وكتجي رائعه. كنتمنى تعجبكم. كنحتاج في المقادير 4 ديال الكيسان ديال الطحين اللي غربلتهم من قبل، كيسان كبار عبرت بهذا الكيسان، وواحد بيضه. اكتفيت فقط هنا ببيضه، خديت صفار البيض باش نخليه للتزيين، وغادي نخدم بالبيض البيضه. واحد المعلقه ديال السانوش. بالنسبه للتنسيم يمكن لكم تضيفوا اللي بغيتوا، حبه حلاوه او النافع اللي حبيتو. واحد معلقه ديال خميره فوريه، واحد شاصيه ديال الفاني باش غادي نسم هاد الكرواسه ديالي، ومعلقه ديال السكر، وشويه ديال الملحه، كاس ديال الماء، وكاس ديال الحليب، ونص كاس ديال الزيت. غادي ناخذ شي اناء فاش غادي نخلط هاد الكرواسه ديالي. وهاد الكرواسه راه كتجي زوينه بزاف وكتجي رائعه. غادي ناخذ الطحين ديالي اللي عبرت من قبل وغربلت 4 ديال الكيسان، صافي بحال هكا. وغادي ناخذ بيض البيضه والصفر كما قلت لكم، راه غادي نزين به هاد الكرواسه ديالي. وغادي نضيف معلقه ديال الخميره ومعلقه ديال السكر، معلقه الخميره ومعلقه السكر. وغادي نضيف شاصيه ديال الفاني، الا ما بغيتوش ديروها ماشي مشكل. وغادي ناخذ معلقه ديال السانوج. ودائما على حسب الذوق ديالكم، اللي متوفر عندكم في البيت يمكن لكم تستعملوه. وقبيصه ديال الملحه، صافي. وغادي دابا نضيف الزيت، وغادي نضيف كاس ديال الماء والكاس ديال الحليب، وغادي نعجن هاد العجينه ديالي دابا بحال هاد الطريقه. غادي نخدم اليد ديالي. راه هاد العجينه ديال هاد الكرواسه راه ما كتجيش مجموعه، راه كتجي مطلوقه، يعني كتجي مرخوفه بزاف بحال هكا. وغادي نخليها تخمر ليا تماما، وعاد غادي نكمل معكم الطريقه ديالها ان شاء الله. صافي دابا غادي نخدمها بحال هاد الطريقه، راه كتجي هي بحال هكا. غادي نخدمها مزيان ونخليها حتى تخمر تماما، صافي. دابا غادي نخدمها مزيان، يعني كتبقى بحال هكا العجينه، كتبقى مرخوفه. غادي نخليها بحال هكا تخمر ليا، وعاد غادي نكمل معكم لا فيديو ان شاء الله. من بعد ما خمرت ليا البغيوش ديالي، كتجي بحال هذا الشكل، يعني كتجي خامره. دابا صافي غادي نضيفها في هذا المول اللي غادي ندخلها به الفران بحال هذه الطريقه، يعني وهي راه كتبقى بحال هكا، يعني كتجي مرخوفه العجينه وكتجي زوينه بزاف. دابا غادي نحاول نسرحها بحال هذه الطريقه كيف كتشوفوا. غادي نسرحها مزيان بحال هذه الطريقه، يعني هي راه كتلتصق معايا يعني بحال هكا. وغادي ناخذ شويه ديال الزيت في يدي اولا شويه ديال الماء باش ما تلتصقش ليكم بحال هذه الطريقه، بحال هذه الطريقه. يعني تاخذوا شويه ديال الزيت اولا شويه ديال الماء باش ما تلصق لكمش في اليد ديالكم. وكنبقى نسرح البغيوش ديالي بحال هذه الطريقه، وراه كتجي زوينه بزاف. صافي كنقادها مع الطاوه على هذا الشكل، يعني وسهله دغيا كتوجد، وما فيهاش بزاف مقادير، يعني بساط بزاف. صافي وخديت صفر البيضه وزفت عليه شويه ديال الحليب، صافي. وغادي نزين به البغيوش ديالي بحال هذه الطريقه، نكمل التزيين ديالها. وغادي نخليها تخمر واحد 20 دقيقه، عاد ندخلها للفران ان شاء الله.
وتزين دائما على حسب الذوق ديالكم. انا غادي نضيف عليها غير جلجلان من الفوق، صافي. دابا غادي نضيف عليها جلجلان وغادي نخليها حتى تخمر ليا واحد 20 دقيقه، وغادي ندخلها للفران، ومن بعد ان شاء الله غادي نشارك معكم النتيجه النهائيه ان شاء الله. من بعد ما خرجت كرواسا اولا البغيوش كيجي على هذا الشكل، كي كتشوفوا معايا كيجي رائع وكيجي هشيش بزاف. غادي نقسم معكم باش تشوفوا كيف كيجي من الداخل، يعني راه كيجي زوين بزاف وكيجي ارطب. دابا غادي نقسم معكم وغادي نوريكم كيف كيجي من الداخل، كيجي رائع. غادي نقطع معكم باش تشوفوا كي كيجي من الداخل، كيجي زوين بزاف. كنتمنى يعجبكم وتجربوه، راه كيجي رائع، يعني بغيوش كيجي زوين وبكميه كبيره، يعني على حسب الافراد الاسره ديالكم. تشوفوا كي كيجي من الداخل، يعني راه كيجي رائع. نقسم معكم باش تشوفوا كي كيجي من الداخل، يعني راه كيجي زوين بزاف كي كتلاحظوا، وكيجي خامر وكيجي رطب بزاف وكيجي يعني رائع. كنتمنى تعجبكم هالطريقه ديال هاد البغيوش، ولا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك وبضغط على الجرس باش دائما توصلوا باي جديد. وكنشكركم بزاف على المتابعه وعلى التعليقات، وبسلامه عليكم في فيديو جاي ان شاء الله.